مهموله سبحان الله العظيم دائما، ولكن والو حنا ديالنا مؤخرا ما عرفش هاد الناس واش ما كيشوفوا لا شيء ولا ما عرفش. المشاكل اللي كان عليهم الناس دي هي الازمه اللي ما نكذبش عليها دائما من العيد الكبير جاو الناس طالعه تهز ما بقاش خصنا حصطه الكبير يتهزل تما باش كيتجمع الازبال ما يبقاش الامور اذا منترشك. الحومه مهموله، الحومه مغن الحوامد الناس مهموله سبحان الله العظيم دائما، ولكن والو حنا ديالنا مؤخرا ما عرفش هاد الناس واش ما كيشوفوا لا شيء ولا ما عرفش. وعلاش هاد الشيء هذا؟ واش حنا ماشي في هاد البلاد ولا؟ وهادشي اللي خصنا اللي كاين خصنا نشوفوا من نعم سيدي الحياة هذا خصنا نشوفوا لحالو ما يكونش مهمول حتى لهاد الدرجة هادي، فهمتي بزاف الحاجات يعني ما خصهمش يكونوا عدا، وهادشي اللي كاين. معاناة أول دائما الأزمة مصيبة في الطريق عندنا بعد حيدو كان الزبل اللي كيعملوا هنا حيدوهم خلوا الزبل الدباب كيطلع. إوا حنا ما غوتو مشاو الناس عملوا شكاية مشاو هادي ما كاين حتى شي واحد اللي يجي. خاوة عندك الأزمة هنايا في الحي في الشارع دائما الزبل هنايا. إوا هادشي هذا ما نشوفو شي حل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.